مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ اسمي دينا وسوف أكون معلمة اللغة العربية للصف التمهيدي. سوف أقوم بتدريس اللغة العربية، سوف نتحدث قليلا عن اللغة العربية. مادة اللغة العربية هي إحدى المواد الأساسية في المرحلة الأولى من التعليم، وهي تهدف إلى تعليم الطلاب مهارات استخدام وفهم اللغة العربية بشكل صحيح وفعال. وتعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتواصل في العديد من البلدان العربية، وهي لغة ذات أهمية تاريخية وثقافية كبيرة. سوف يكون المنهاج هو منهاج تميز وأنطلق وحروف اللغة العربية الموجودة فيه، وهو يحتوي على كتاب فصل أول وكتاب فصل ثاني وكراسة الكتابة. تحتوي المادة على 5 وحدات بحثية تتضمن المواضيع التالية: من نحن، نتشارك الكوكب، كيف ننظم أنفسنا، كيف نعبر عن أنفسنا، وكيف يعمل العالم. الأول سوف نقوم بأخذ وحدة من نحن، والتي تتناول النصوص التالية: سكر النشيط في السوق، جدي ياسين، أرنب سكر، السمك المشوي. وسوف نقوم بأخذ الأحرف التالية، هي أحرف المد وهي ألف واو ياء، وسوف نقوم بأخذ حرف الباء والسين، وسوف نتدرب على مهارات اجتماعية وتواصل. ثم سوف نقوم بأخذ وحدة نتشارك الكوكب، وهذه هي النصوص: أحلم أن أكون، عامة السكر، الرمان الخضراء، نحن العسل، والديك الهارب. وسوف نقوم بأخذ الأحرف التالية: الميم والتاء والراء والحاء والدال. وسوف نتدرب أيضا على مهارات التواصل والتفكير. أيضا سوف نقوم بأخذ وحدة كيف ننظم أنفسنا، والتي تحتوي على النصوص التالية: في الحديقة، لعبتي لولو، خاتم خالتي، وجبة الفطور، أعمى في الشارع. وسوف نقوم بأخذ الأحرف التالية: النون واللام والخاء والزاي وحرف العين. وسوف نتدرب على مهارات التفكير والبحث. الآن الفصل الثاني، سوف نقوم بأخذ وحدة كيف نعبر عن أنفسنا، وسوف نتناول هذه النصوص: حفل الروضة، الغزال السريع، كعكة السكر، سوق العصافير، قناع سكر، الفراشة الجميلة. وسوف نقوم بأخذ الأحرف التالية: الفاء والغين والصاد والقاف والشين. وسوف نتدرب على مهارات التفكير والبحث. آخر وحدة هي وحدة كيف يعمل العالم، سوف نقوم تناول هذه النصوص: العصفور الأبيض، مزرعة جديدي الحصان، زيارة الطبيب، أظافري نظيفة، جارنا ثابت. وسوف نتدرب أيضا على مهارات إدارة الذات والبحث. وسوف نأخذ الأحرف التالية: حرف الضاد والجيم والذال والطاء والضاء وحرف الثاء. تشمل مادة اللغة العربية في المرحلة الأولى عادة عدة مجالات رئيسية تهدف إلى تطوير مهارات اللغة لدى الطالب، ومن بين هذه المجالات القراءة والفهم، حيث يتعلم الطالب كيفية قراءة الكلمات بصوت عال وصحيح، وكيفية فهم المعاني المختلفة والتفاصيل المهمة في النصوص. مهارة الكتابة، سوف يتعلم الطالب كيفية مسك القلم ومن ثم كتابة اسمه وكتابة كلمات بسيطة، وسوف أيضا يتعلم كيفية التعبير عن أفكاره وآرائه عن طريق المحادثة وعن طريق الرسم أو الكتابة على الحاسوب. مهارة الاستماع والتحدث، سوف يتعلم الطالب كيفية الاستماع للنصوص وفهمها وكيفية التعبير عن نفسه بشكل منطوق بطلاقة ووضوح. المفردات والمعاني، يتعلم الطلاب مجموعة متنوعة من المفردات والكلمات وكيفية استخدامها بشكل صحيح وفعال في الكلام واللغة. مادة اللغة العربية تهدف إلى تنمية قدرات الطلاب في التعبير وتطوير مهاراتهم اللغوية والاتصالية من خلال تعلمهم اللغة العربية بشكل جيد. يصبح بإمكانهم التفاعل مع النصوص الأدبية والإعلامية والثقافية والمشاركة بفاعلية في الحوارات والنقاشات. إذن هذا كل ما لدينا عن مادة اللغة العربية. شكرا لكم أعزائي الطلبة، وإلى اللقاء. شكرا لكم.